السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزين خديجة. اليوم غادي نوجدوا الرفيسة ديال دايمن. هاد المرة غنديروا فيها الفول على الطريقة ديال الوالدة الله يرحمها. تبعوا معايا الفيديو. في المقادير غنحتاجو اكيد كمية ديال المسمن، انا صوبته البارح ودرته في الثلاجه، تقريبا نص كيلو ديال المسمن. عندنا نص كاس ديال زيت المائده، جوج بصلات مشردين بغيتو ديرهم طرونش. عندنا كميه ديال الدجاج، انا خديت كاع الدجاج اللي في الثلاجه العدومه وكلشي. عندي معلقه صغيره ديال السمن، عندي 100 غرام تقريبا ديال الفول، عندي معلقه صغيره ديال الحلبه، عندي 100 غرام ديال العدس. في التوابل عندي الملحه، البزار، كركم، الزنجبيل، الزيت. المسمن خدينا 500 غرام ديال الدقيق الابيض و 300 غرام ديال الفينو والملحه والماء بارد، وعجناهم وطلقناهم بالزيت. انا فيتا منزلات تريد على القناه، غنخليكم الرابط ديالو. غادي ناخذ طنجره، غادي نديرو فيها الزيت، تقريبا نص كاس ديال الزيت المائدة. نخليو الزيت يسخن شوية، غنزيدو عليه الدجاج، غادي نقليو شوية، غنزيدو عليه البصلة، غنزيدو التوابل كلهم. هاد العملية ديال التخلاط ديال التوابل مهمة بزاف. غنزيدو شوية عدس تقسيمناه، تقدرو ترقدوه من قبل، تقدرو ترقدو حتى الدجاج من قبل. الحلبة غسلتها درت لك هادي، بالتويشية هادي ولدي متيبغيش ديال الحلبة، غادي يطلق المذاق ديالها ولكن معرفتش المرقة. غادي نزيد كيما كتشوفو هاد المرة درت ليكم الفول، الويدة ديالي الله يرحمها كديرها بالفول. دابا غادي نديرو المراق على حساب اللي عندنا من الجلد هكا، ما طايب غادي نسدو عليه ونخليه يطيب. غادي نشوفو لاصوص ديالنا واش طابت. هذا الصاد حتى الفول طاب كما شفتو، حيدنا الدجاج غادي نفرتو. غادي نحيدو هادي اللي فيها الحلبة، غادي نصفيو هاد لاصوص. حيدنا العظام الدجاج وفتتناه كما كتشوفو، انا اكثرية فيهم دوك الجوانح مكيتكالوش والقواناص والقلوبة. بغيتو تهناو من هاد القضية هادي، ديرو صدر ديال الدجاج. خليت هنا البصلة والفول والعدس، لاصوص عندي هنايا سخونة، من جهة اخرى درنا المقلاة كتسخن. بغيتو تفورو ماشي مشكل، هذا جائز. بغيتو تسخنو في الميكرووند؟ غادي نسخن المسمن ديالي حتى انا دايره البارح، دايره في الثلاجه، غادي نسخنو نقطعها عشوائيا.
كما شفتوا سخنا السما غنطفيو عليه. غادير نص ديال لا كونتيتي كما شفتوا راه سخن سميتو، تقدروا ديروا فيه السمن. غادي نسقيو شويه غادي ننزلوا البصله والفول والعدس بهذه الطريقه هذه كلها. غادي نقادوها نسرحوها كما كتشوفوا باقا سخونه. غادي نست في الدجاج. الطريقة هادي وحاولوا تكونتروليو لي يكون شي عظم يدوز حيت لي غياكل ما غيبداش يقلب على العظومة. دابا غادي نزيد المسمن الباقي النص ديالو تقريبا، تقدروا تاخدو غير ستة المسمنات يدوب لكم هاد القضية هادي، واخا يكونوا ديال الماكله ماشي ديال الرفيسه ماشي تريد زعما، واخا يكونوا مسمنات عاديين ماشي مشكل. غنسقي كيما شفتوا لاصوص مصفيه، ها نخليها تهدى شويه ونزول الاطار الحلبه نزلتها بوحده. ودابا غادي نزول الاطار بعد ما ارتاحت شويه، بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نزينها ونتلاقاو مع الطبق النهائي. انا منزله على القناه رفيسه بريستيج كما في الصوره، ومنزله رفيسه بريستيج مدفونه كما في الصوره الثانيه. غنخلي لكم الروابط ديالهم. وصلنا للطبق النهائي، هذه هي الرفيسه ديالنا، رفيسه مدفونه ديال ديمن كما كتشوفوا مسقيه مزيان. منحتاجوش نزيدو لها لاصوص بما انها هي كربوهيدرات وبروتين حيواني اللي جاي من الدجاج وبروتين نباتي اللي جاي من العدس والفول والبصله كخضار، وزينه بطماط سوريز والخيار كما كتشوفوا كأنتخي. دونك ان بلا كامل متكامل، ان بلا كومبلي، بروتين كربوهيدرات ليجيوم اولا بروتين نشويات خضر. وهذه هي الرفيسه ديالنا، كنتمنى تعجبكم وتجربوها. انا درتها بالبقايا ديال الدجاج كلشي اللي عندي في الثلاجه الجناوه وداكشي كله والقواناص وكلشي. إذا عجبتكم الوصفة ديروا لايك للفيديو، شاركوا في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وبالصحة والراحة.